ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك من فوائد التقوى أن التقوى من أعظم الأسباب التي بها تكفر سيئات العبد، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كذلك الإنسان التقي يوفقه الله تعالى لمعرفة الحق، لأنه مرات الأمور بتختلط على العبد، يقول الحق معدل ولا معدل، الحق ده ولا الحق ده. قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا أي تفرقون به بين الحق والباطل، بين الخير والشر. كذلك من فوائد التقوى أنها سبب لنيل البركة. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن أعظم فوائد التقوى أن التقي يبيض الله وجهه يوم القيامة، لأنه سبحانه وتعالى قال: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ومن فوائد التقوى أنها سبب للنجاة في الصراط، والصراط جسر منصوب بين ظهراني جهنم، جهنم يجيبوها يوم القيامة فوق لي الصراط، ودي أرض المحشر ودي جهنم وفوق لي الصراط وبعد القنطرة، وهي دار يجتمع فيها الظالم والمظلوم، فيقتص للظالم فيقتص للمظلوم من الظالم، بعد ذاك تاني الجنة. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. في ناس كتار بمروا فوق جهنم في الصراط، كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كذلك من فائد التقوى أنها سبب للنجاة من النار. قال الله جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها شنو؟ الأتقى. الله بجنبك النار، تكون تنجو من نار جهنم. ومن أعظم فوائد التقوى، وفوائد كثيرة جدا، دخول الجنة، الله بدخلك الجنة. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، قالها في سورة الحجر وقالها في سورة الذاريات. قال في سورة الحجر: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل. دي أنا سبع شوية بجيك لها في تعريف التقوى إن شاء الله تعالى. في ناس بينات غل في الدنيا، يشوفك يكرهك، ما عنده خلاف معاك لا في قبيلة لا في أهل لا في وطن لا في لغة، بس خلافه معاك في انك بتقول له الله واحد، الله واحد. دي مزعله ناس كتار، قصار وشه ومضايق يا زول، وكان بقى موحد وزعلان منك خايف تجيب مشاكل، ده اهون. لكن المصيبه يكون مختلف معاك فيها ذاته. لكن الله قال عن الزول اللي بيزعل من اخيه المسلم وهما يتفقان في العقيده مش في النقطه دي، قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون،
آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الزول التقي النوم بغلبه، زول التقي وتقوى تامة كاملة يجي ينوم يذكر النار يقوم يصلي. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وده من التقوى. شاكذي قال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وآيات كثيرة بتبين إن زول التقي ده الله بدخله الجنة برحمته سبحانه وتعالى. إن للمتقين مفازا، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وقال الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. العلماء ألفاظ اختلفت في تعريف التقوى، يعني في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي رحمه الله وهو يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الترمذي، حسن الترمذي وحسن الألباني من رواية معاذ رضي الله عنه وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت. وانتبه الجملة دي فيها فائدتان، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قالوا الحديث ذا فيه أداء الحقوق كلها، أداء الحقوق كلها. اتق الله حيثما كنت حق الله سبحانه وتعالى، وأتبع السيئة الحسنة تمحها حق النفس، وخالق الناس بخلق حسن ده حق منه حق الناس. اتق الله حيثما كنت، تتقي الله واحد. اثنين، التقوى ما في مكان معين، التقوى في كل مكان وفي كل زمان، دي المسألة الثانية. هنا ابن رجب الحنبلي ذكر مجموعة من التعريفات. قال قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قال أن يطاع فلا يعصى. عرف التقوى بثلاث أشياء ابن مسعود رضي الله عنه، قال أن يطاع فلا يعصى. تقوى الله أن تطيع الله فلا تعصي الله، وأن يذكر فلا ينسى. زول التقي طوالي تلقاه ويذكر الله سبحانه وتعالى ويتذكر الله جل في علاه. ثلاثة، وأن يشكر فلا يكفر، تشكر نعم الله سبحانه وتعالى وتجتهد في طاعته. صحابي جليل آخر وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه قال تقوى الله، قال ينادى يوم القيامة أين المتقون، فيقومون في كنف من الرحمن لا يستتر منهم ولا يحتجب. قيل لمعاذ رضي الله عنه من المتقون، المتقون ديل منه؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله بالعبادة، أو وأخلصوا العبادة لله. قال ده يوم القيامة يضع الله عليه كنفه سبحانه وتعالى، شكذي في حديث ابن عمر يضع الله كنفه على عبده المؤمن يوم القيامة فيقرره بذنوبه، يقول يا عبدي أتذكر ذنب كذا في يوم كذا إلى آخره إلى آخر الحديث، حتى إذا ظن أنه قد هلك يقول له الله تعالى وهذا من رحمتي وفضلي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. شكيت لو لقيت الله موحد وعقيدتك صحيحة أنت زول تقي، لأنه التقي ده شنو؟ زول بيتقي النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم شنو؟ نارا. النار جاية أنت بتتقيها،
أعظم شيء تتقي به النار العقيدة الصحيحة والعمل الصالح، تدعو الله وتكون عقيدتك صحيحة. شكل الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم في صحابي اسمه عتبان رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام جاء بيت واحد من الصحابة والرجل ده قال للرسول عليه الصلاة والسلام تجيني في بيتي، بيته بعيد شديد من المسجد، قال لي جيني صلي لي، تصلي في موضع أنا الموضع ده تاني أتخذه مصلى. لما جاءوا الرجل ده كريم، الصحابة كرمة، مشى يصنع الطعام ويجيبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مصلي، قال لي أنت مجب تاني نصلي، أول شيء نصلي، تاني بعد ذاك أنت شوف الشيء دار تعمل. فلما ذهب الرجل قال أحد الناس، واحد قال للباقين هذا منافق، قال له الزول مشى يسوي لك أنت منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس يشهد أن لا إله إلا الله، مش بيشهد أن لا إله إلا الله، أي قال فإن الله حرم على النار. والله أي زول يسمع الحديث ذا ويفهم الفهم الصحيح، ده حديث في البخاري ومسلم صحيح، تاني ما بيتضايق من الكلام في التوحيد بل بيفرح، قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ودي فيها فوائد، مش قال ساي قيدة، قال يبتغي بذلك وجه الله. انت التوحيد تقول بلسانك وتعمل، إن الذين قالوا ربنا الله، مش قالوا بلسان ثم استقاموا، لكن كلام ساي. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم شنو بمؤمنين. وقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. عشان كذي رب العزة والجلال قال وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون، يا ناس ما تتقوا الله، كيف نتقي الله؟ قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. يا ناس قال لهم الله خلقكم انتوا وخلق أبهاتكم زمان، تخلوا وتذروا وتعتقدوا في بعل وتلجأوا لبعل. شكر رب العزة والجلال قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا ند له في هذه الأشياء. يا أخي رب العزة والجلال قال في سورة الرعد، قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. والله الآية دي بتزيد، الآيات دي بتزيد إيمان الزول. قال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله جعل للإنسان معقبات، ملائكة تحفظك، في جن بكرهك أنت كمسلم وفي مخلوقات متربصة بك وأنت ما جايب خبر. قال لك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. الله كان داير يبتليك بسوء تاني ما في شيء برده، لأنه كثير من الناس الليلة يقول أشهد أن لا إله إلا الله تلقى معلق له حجاب، الحجاب ده من شنو؟ ولك من السكين
ولك من الطلق، يركب الكمون للطفل، الطفل جوا في بطن امه الله حافظه 9 شهور جوا لا لابس حجاب ولا كمون، امرك برا في الضيقه دي 9 شهور مرقته برا يلبسوه حاجات، دي ما مصايب؟ مصايب. عشان كده قال: واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. بعد ده قال: وهم يجادلون في الله، بعد ده ناس يجادلوا في الله، وهو شديد المحال. قال السعدي في تفسيره: أي شديد الحول سبحانه وتعالى، عشان كذا لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد قال: له دعوة الحق. انت لو كان لو دار تكون ذو الحق اي تتبع دعوة الله تعالى ومنهج الله وتدعو الله وحده ولا شريك له، تلجأ الى الله زي ما الزول بيقول في الصلاة يا ناس، بيقول: اياك نعبد واياك شنو نستعين، وده عهدي مع الله. يعني يا الله انا ما بعبد الا انت وما بستعين الا بك انت يا الله سبحانه وتعالى. قال: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين الا في ضلال. قال لك الزول البنادي غير الله زي الزول القدامه بير، البير ده فيه مويه بدل يغرف بيده ولا بإناء يغرف المويه ويشرب ويغرف بيده يضمها، بسط يده كباسط كفيه بسط، ولما اليدين اتبسطن يا ناس بشيل المويه ما بشيل المويه. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. بعد قال آية عظيمة جدا، قال: قل من رب السماوات والأرض. الناس أي زول يناقشك ما تناقشوا كثير، قل له: بس يا زول الفيصل بيني وبينك في الموضوع ده السماوات دي الخلقها منه الله، ودي فرعون ما قدر يكذب فيها، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكن السماوات دي ما قدر يقول له أنا خلقتها لأنه دي كذبة أصلا ما بتصدق. قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء. عليك الله في توضيح أكثر من كذي، لا شتيمة لا نبذ ولا إساءة ولا شيء، بس الله اداك كلام واضح. قال: قل أفاتخذتم من دونه أولياء، مالون الأولياء ديل يا الله، لا يملكون لأنفسهم، خلي ليك أنت، لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. الزراعة دي يقول لك قوامها الله ودي قوامها زولنا، الجنة ده أداه الله والجنة ده أدى زولنا، المطر ده بنزله الله والمطر ده بنزله. يا أخي رب العزة والجلال قال في سورة الواقعة، قال: أفرأيتم ما تمنون. وده ما خطاب للأصنام، ده يا ناس خطاب للبشر. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الجنة بخلقون ناس ولا بخلقوا الله؟ بخلقوا الله. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. واحد، ده السؤال الأول. 2، أفرأيتم ما تحرثون، الزراعة، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما
فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ثلاثة، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن. الخطاب ده يا ناس مش للبشر، لأنه تشربون دماء الأصنام، في صنم بيشرب ولا البشر؟ البشر. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أربعة، سؤال نمر أربعة، أفرأيتم النار التي تورون. تجيب الشجرة ولحى بيجاي ولحى بيجاي بتاع شجرة تضربنا الاثنين كذي ولع نار، ولا تخط العود بتاع الشجرة تولع فيه والنار يزيد، النار تزيد. قال أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها، النار دي بتاعت الدنيا دي، نحن جعلناها تذكرة، دي بتذكر بياتها بيديك بنار الآخرة، ومتاعا للمقوين. هنا المقوين، المقون يستفيدون منها، البردان يدفى جنب النار، والدار يأكل يسوي أكله في النار، والمظلمة عليه والواطى يولع النار، الواطى شنو تولع، ومتاعا للمقوين. عشان كي العبد يلجأ إلى الله يعتمد على الله، ده أعظم أنواع التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، ما تنسى الله، مرضت تلجأ لله طوالي بعد ذاك سوي السبب دكتور ما مشكلة، دار جنى تلجأ إلى الله، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى آخر الآيات تلقاه بيلجأ لله في الذرية، جاتك كربة تلجأ لله، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بعد توحد الله تمام لا دعلك شيء، لا تنادي زول، لا تلجأ لبشر، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا تشيل أتربة تتمسح بها، عقيدتك في الله صحيحة، لا تمشي لزول تقول لي جيب لي الرايحة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بقيت موحد بعد ده تفعل الطاعات تجتنب المحرمات، لأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأختم بهذا التعريف، قال ليست التقوى بطول القيام ولا بكثرة الصيام، يعني النافلة، يعني صيام النافلة والقيام، ولكن التقوى بفعل ما افترض الله وترك ما نهى الله عنه، فإن زاد على ذلك فهو خير إلى خير. التقوى قال لك مش تصلي الليل كله وانت بتضيع الفرائض، ولا تصوم اثنين وخميس وانت الفرائض مضيعة. التقوى قال لك تفعل الفرائض أول شيء، تجتنب المحرمات، ثاني بعد ذاك تجتهد في النوافل، ده خير، يعني خير إلى خير. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يجمعنا في دار كرامته إخوانا على سر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، بارك الله فيكم، السلام عليكم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.